باسم الآب والابن والروح القدس الآه واحد آمين. إلى إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نتوجه إليه باسطين قلوبنا وأيدينا ليعطي الرب كلمة نتعزى بها في هذا المساء. آمين. سلام دائم من الرب يسوع. السماء دائما تقول لشعبها ولأبنائها سلام، والكنيسة تردد سلام. في العهد القديم كان هنالك موضوع خاص، امرأة من بلد اسمها شونة ورجل الله أليشع في جولاته كان يعبر بهذه البلدة، وهنالك امرأة تقية ويقول عنها الكتاب إنها عظيمة وشعبها من بني الأنبياء. حينما كان يعبر أليشع النبي كانت هي تدعوه للراحة في بيتها ومنزلها، ولتكرار الذهاب والعودة والمرور بها رأت هي وزوجها أن يقيم لها منزلا عليا يقيم بها، فبنوها خصيصا لذلك لرجل الله أليشع. وفيما بعد قال ماذا تحتاج إليه هذه الامرأة الفاضلة ونحن نقضيها لها، إيه اللي تحتاجه في أي مكان وعند أي شخص ما؟ فقالت لا شيء. علم رجل الله أنه ليس لها ولد، فقال لها يعطيك الرب ابنا. فقالت لي ليه بتكذب علي رجل الله؟ لأن زوجها رجل كبير طاعن في السن وأمور انتهى زمانها مثلما انتهى أمر الإصابات وزكريا أيضا. فلما قالت له لا تكذب علي، قال لا، في مثل هذه الأيام يكون لديك ولد. وصدق فيما قاله رجل الله وكبر الولد وكان يتوجه مع أبيه إلى الحقول، وفي يوم أحس بتعب قد يكون من ضربة حرارة، فأمر الرجل أحد غلمانه أن يأخذ ابنه ويتوجه به إلى البيت. رجع الولد إلى هناك ولكنه مات، فوضعته على سرير رجل الله وأسرعت إليه في مكانه الذي يقيم فيه. رآها عن بعد أليشع، ماذا جاء بهذه المرأة؟ لماذا؟ أسرع يا جهزي واسألها وخذ العكاز معك. السلام لك، السلام لزوجك، السلام لابنك. فترد هي سلام. ثم ماذا؟ هي أسرعت إلى رجل الله ولم تكتفي بذلك التلميذ الذي أرسله معلمه، ذهب إلى البيت التلميذ ومعه العكاز
ليبحث عن الابن، وجده نائما على السرير ووضع عليه العكاز، فإذا به لا يتحرك. أما هي فقد أسرعت إلى رجل الله إليشع، ولم تكتفي بذلك التلميذ، تركته وشأنه، ولما وصلت إليشع أمسكت برجله. أخذته معها إلى البيت، وهنالك وجد الابن مطروحا مطروحا ميتا لا يتحرك. ماذا يعمل رجل الله؟ صلى إلى الرب، ثم تمدد على جسد الصبي، الفم في الفم، اليدين على اليدين، وهو مطروح عليه، ودفئ جسد ذلك الغلام، ولكنه لم يتحرك. عاد إليه مرة ثانية وكرر ما حدث، فإذا بالصبي يتنفس ويعطس 7 مرات ثم ينهض من فراشه، فكان سلام. هذا السلام هو الكلمة الخالدة في الكنيسة، والتي ترددها باستمرار: سلام لكم، هكذا يقول الكاهن، ويرد الشعب بأجمعه: ولروحك أيضا. هكذا السماء أيضا، ويسوع المسيح دائما يقول: سلام لكم، سلامي أنا أعطيكم. يجيء ملاك من السماء اسمه جبرائيل إلى مريم العذراء، فتاة يتيمة من الناصرة، والناصرة اسم لبلد ليست له شهرة، وإن كانت ليست جيدة، أعني هي يتيمة وبلدها يكاد مجهولا. ثم ماذا يقول لها؟ سلام لك. العذراء تضطرب، ما عسى أن يكون هذا. سلام لك لأنك قد وجدت نعمة عند الله. نعمة لمريم العذراء، فتاة كرست حياتها أن تعيش لله، وليس هنالك من فكرة للزواج، مخطوبة لرجل شيخ اسمه يوسف لكي تبقى عنده وديعة بعد الهيكل الذي أقامت فيه مدة، وفي السن المطلوب 12 أودعت لديه، خطبت ليوسف البار الذي وقعت عليه القرعة أن يتعهد بها. عصاه قد أصهرت، كانت هي علامة من الله أنه هو الرجل الذي عينته السماء لكي يكون وصيا عليها مدى الحياة. سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك. لقد وجدت نعمة عند الله، ها أنت ستعبدين وتلدين ابنا تسمينه يسوع، أي مخلص، يخلص شعبه من خطاياهم. يا لك من سعيدة، طباك ثم طباك. السماء قد اختارتك يا مريم دون ألوف البنات اللواتي كنا يعشقنا أو ينتظرنا
بفرح أن تكون واحدة منهن مستعدة لمجيء المخلص الفادي منها. ولكن السماء اختارت مريم العذراء تقول للملاك: كيف يكون لي هذا وأنا لست أعرف رجلا قط؟ يعني هي متخصصة ومتفرغة ومنتظرة نعمة الله. كيف يكون لي هذا؟ لا يقول لها مثل ما قاله الملاك المبشر لزكريا بميلاد يوحنا المعمدان. العلامة عند يوحنا المعمدان أنك تكون صامتا إلى أن يتم هذا، أعني بعد الكلام الذي قلت لك ده صوت من السماء، ولا تراجع ولا تحاور ولا تتكلم إلى أن يتم هذا. أما مريم العذراء: كيف يكون لهذا وأنا لست أعرف رجلا؟ يقول: الروح القدس يحل عليك، يحل عليها، يطهرها وينقيها ويعدها الإعداد التام دون باقي البشرية، هذا الإعداد لتكون مستعدة للحلول الإلهي للتجسد منها. ماذا ترد مريم العذراء بخضوع وخشوع واتضاع ووداعة: ها أنا ذا أمة الرب، عبدة الرب، ليكن لي كقولك. ومضى من عندها الملاك، فقط أعطاها علامة أن يقول لها: هو ذا نسيبتك يا إليصابات. حبلى، إليصابات حبلى ولها 6 أشهر، يا مضى وهي من جانبها فكرت في زيارة نسيبتها قريبتها إليصابات. هذا المولود يدعى يسوع، أي مخلص يخلص شعبه من خطاياه. البشرية كلها عبر أجيال طويلة منذ آدم ومعصيته هو وحواء وخروجهما من الجنة، والوعد الإلهي قائم أن نسل المرأة يسحق رأس الحية، أي إبليس الشيطان الذي ضلل بهما وقال لهما: أحقا قال لكما، أحقا يشككما فيما أوصاهما به الرب بعد أن كان في سعادة كاملة وتهليل وتسبيح وأفراح لا تنقطع؟ دخل الشك إلى القلب فغير كل الاتجاه، وكانت هنالك العقوبة التي فرضت عليهما كوعده السابق ألا يأكلا من الشجرة لئلا موتا يموتا. خرج إلى أرض الشقاء على أنهما يعمل بهما ويشتغل ويكد ويعيشان هم والنسل الذي جاء فيما بعد، وكان أول النسل قايين الذي جاءها وأخوه هابيل. وماذا حدث؟ كان هابيل يقدم من خيار غنمه، هذا بإيحاء داخلي أنه لابد من الذبائح، لابد من الفداء. أما قايين فكان يقدم من الحنطة أو من ثمار زراعته.
وفي الوقت نفسه لا ترمز إلى شيء، وكان في ضميره يحقد ويغار من أخيه هابيل. الشيطان أوغر صدره وقام وقتل أخيه، ولعنت الأرض بسببه لأنها شربت دم أخيه. ورغم التحذير الإلهي ألا يعمل ولا ينفذ ما في قلبه من خطيئة ومن إصرار على قتل أخيه، يقول له لقايين عند الباب خطية رابضة قدامك جاية وإليك اشتياقها، يعني أنت بتضمر الشر ولك رغبة فيه. وأنت تسود علي هتنفذ على كيفك. يا قايين لك أنت شايف، ولكنه في نيتي الداخلية. الله فاحص القلوب والكلى، يعلم ما في الضمائر، ضميري وضميرك وضمير كل فرد منا، يحاسب لا على الكلمة ولا الفعل، ولكن ما هو كائن في الأعماق. لا تفكر أنك غائب عن عيني الله فاحص القلوب والكلى. إياك وأنت تضمر السوء، فرغ قلبك لكي يسكن فيه الرب بحلوله داخلك. هنا نقف ونفكر ماذا في داخلنا. كل منا يعلم أفكار الطمع، أفكار الحقد، الكراهية، النميمة، كل ما في الأمر تطلع إلى العالم، كل ما في العالم شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، هذه كلها ليست من الله. أفكار تعوق المسيرة الروحية وتكون حاجزا بيننا وبين الأبدية السعيدة. اكنزوا لكم كنوزا في السماء وليس على الأرض. أملاك أي شيء متطلعات، لازم كل حاجة تصير حسب الوصية. هنالك تقديمات، هنالك نذور، هنالك عشور، هنالك رحمة، هنالك محبة، هنالك أيضا مساعدة الآخرين. إن كنا نفعل هذا نكون قد ادخرنا مشاعرنا وعواطفنا، وكل ما يربطنا بالسماء فهو باق، أما الأرض فكل ما فيها زائل. لا تظن وأنا معكم أننا مهما حاولنا في العالم من أعمال بناء أو ادخار في بيوتنا أو هنالك في البنوك، كلها سنتركها. ولكن ما قدمناه لعمل الخير هو الذي يبقى لنا. وفي الوقت نفسه لا أقول أن الإنسان يتجرد من كل ما أعطاه الرب، يقدم بسخاء طالما أن هذا في الإمكان. وهنالك معروف أن الرب ينظر إلى احتياجات كل واحد، الطيور والحيوانات والأسماك وكل ما في الخليقة من بشر، يشرق شمسه على الأخيار والأشرار. العطاء من السماء لكل فرد منا ولا يتركه معوزا أو محتاجا. الشاب الغني قال ماذا أعمل
لأرث الحياة الأبدية. يقول للرب يسوع بعد أن تعب مع جماعة المعلمين فجاءه وهو واثق أن يسوع هو المعلم الصالح، فلما أوصاه ورآه هو متمسك بأمواله قال له: بع كل ما تملك ووزع للفقراء وتعال اتبعني حاملا الصليب. وذاك الذي قال له: يا معلم أتبعك أينما تمضي، رآه أنه هو قد أكل من الخبز شبع، فرأى أن يكون في رفقة يسوع باستمرار. أكلتم من الخبز فشبعتم، قال له يسوع: للطيور أوكار وللثعالب أوجرة، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. يعني أنا ما عنديش مكان، هتتبعني تروح فين؟ أنا أديني ماشي هنا وهناك للتجول والعمل الذي أعمله، شفاء مرضى وفي الوقت نفسه إشباع الجوع. ومع ذلك لكل واحد منكم عمله الخاص، لكن هو ده عاوز يتبع يسوع ويكون مطمئن، لا يشتغل ولا يعمل. أمال يعمل إيه؟ الخير كثير بين يدي يسوع ويتبعه للغرض. يهوذا تبع المسيح وكان حاملا للصندوق الذي فيه العطايا التي تأتي لجماعة الرسل، وأعطي الصندوق. الغرض منه إن هو يكون أمين. لا، لم يكن أمينا، بل كان دائما سارقا للصندوق، لا يريد إلا كل ما فيه، ولا يحب الفقراء. وإن كان يقال: فلنعطي هذا الطيب الذي تسكبه هذه المرأة على الرأس أو القدمين، نبيعه ثمنه يساوي 300 أكثر، ويضلل بزملائه الرسل. يقول يسوع: دعوها تعمل هذا، إنها تعمل ما هو للتطيب، إشارة إلى أنه سوف يقدم ذاته كما قال، يقدم ذاته للصليب فداء عن البشرية كلها. أما هذا الطيب لا شيء، الفقراء معكم كل حين، تستطيعون أن تقدموا وتقدموا. أن ما عملته هذا لتطيب التكفين اللازم عند دفني. يجي يهوذا ينسحب فيما بعد ويمشي زي ما عاد يمشي، تبع يسوع لغرض في نفسه، الزعامة والاستيلاء على الأموال خلسة أو علنا. نحن لسنا يهوذا، شكرا لله، نحن أبناء المسيح، ونشكر الله، نحفظ وصاياه ونطيعه ونعيش معه في كنيسته وخارج كنيسته. لسنا بطمعين. مريم العذراء، البكر البتول، وفدت مع العائلة المقدسة حينما امتدت يد هرودس القاتل لكي تذبح كل الأبكار وكل الأطفال، لئلا يكون هنالك وريثا لعرش روما، ظنا منه أن الوليد ملك كما سمع من أولئك المجوس العلماء، فخاف على نفسه وعلى مركزه. نحن لا نخشى أن أحدا يأخذ المراكز منا أو الأموال أو مهما طغى علينا الشيطان وأتباعه، فنحن ملك ليسوع، نحيا ونعيش تحت رعايته إلى الأبد، أمناء أحباء في كنيسة المسيح،
مصلين وعابدين، صائمين الأصوام مشاركة لبعضنا، لكي بذلك ترفع الصلوات في ضراعة ويتلقى الله هذه الصلوات ويحفظها لنا. شكرا لمحبتك يا يسوع، ترعانا في كل كبيرة وصغيرة، وتجيء إلينا طفلا ثم ديرنا هنا في أسيوط يتبارك بمجيئه الذي أقمت فيه زمنا، وتباركت الأرض والوديان، وعدت إلى بلادك لتكمل الرسالة أو الفداء المجيد. كل هذا في سلام واطمئنان. يسوع يسير بين الشوارع وبين الناس في هدوء، فتيلة مدخنة لا يطفئ، قصبة مرضوضة لا يقصف، يعني عود كده بيميل يعدله ويسانده لغاية ما يستقيم ويكون النمو سليم. هذا هو يسوع إلهنا. ما جئت لأنقض بل لأكمل. كل ما جاء عني في الأنبياء وما سبقني أنا أضعه في صورة الكمال، أكمله لأكمل. يقولون عين بعين قديما وسن بسن، لا، أنا أقول إيه؟ المحبة. أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. عسى أن تدخل النعمة القلوب، وبذلك يعود الإنسان إلى صوابه ويدرك أن هنالك من يقول لكل واحد منا: قدم حساب وكالتك، افرد ورينا دفاترك بالضبط ونرى ما هو فيه. لا تقل إن هذا قد مضى وانتهى، تذكر أن هنا زمان التوبة من القلب النقي. يتنقى القلب، وحينما يتنقى يدخل يسوع الملك ويتفضل: من فتح لي الباب أدخل إليه وأقيم هناك منزلا وأقيم مائدة ونكون سويا. أعني أن الروح القدس يشتعل في قلبك وهو يوجهك إلى الوجهة الصالحة، وتكون في رعاية القدير. وإن أخطأت تشعر بالروح القدس يحركك ويهزك هزا عنيفا لكي تعود إلى صوابه، كما عاد الابن الشاطر الذي خطأ بتركه بيت أبيه، ولكن حينما رجع معترفا وعزما يقول له: احسبني كأجير عندك، كخادم، كأجير في ندم ومزلة. ولكن الأب السماوي لم يسمح له بأن يتكلم، أحس بتوبته الصادقة من أعماق قلبه وقال: ابني هذا كان ميتا فعاش، كان ضالا فوجد، اذبحوا له العجل المسمن، البسوه الحلة الأولى، ضعوا حذاء في قدميه، يعني لا تتركوه في ملابسه الرسة. النعمة التي فرقته بعضا من الوقت عادت لتملأه مرة أخرى. أما الشياطين فقد هربوا وانتهت سلطتهم عليه، وبقى ملكا للمسيح. المسيح يملك على قلوبنا، يرعانا ويحفظنا ويدبر أمورنا. وإلى غد قادم أو إلى أسبوع قادم، نتمنى من الرب يسوع أن نجتمع سويا في كنيسته وهو يرعانا. وإني أؤمن تماما أنه يرعى اجتماعنا وهو بيننا،
بحبه وحنانه وبالبركة الكاملة يشملنا حتى نصلي إليه باستمرار ونشكره. يأتي ملكوتك في السماء وكذلك على الأرض. وكذلك ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. نسأل الله أن يحفظ قلوبنا بين يديه ناصعة البياض مليئة بالنعمة، لكي نكون دائما الأبناء المطيعين والثابتين في إيمانه حتى التمام. انصرفوا بسلام، وسلام المسيح فليكن مع جميعنا. أمين. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. أمين.